آمين آمين آمين. يلا عياش. يا رب ازقلنا فيها نصيب، قوينا لحتى نفتح هاي المدرسة. يا ربي دخيلك ترجع لنا ابني إبراهيم، عم بتوجه إليك بنية صادقة يا ربي، نيتي صادقة يا رب. آمين. الله يتقبل منك يا ابني. أنت سامحني يا الله، سامحني يا ربي، أنت الكبير يا الله يا عزيز، دخيلك سامحني. زيدان طارق، زيدان وين كنت مختفي؟ ما مشي الحال يا طارق، أنا خسرت. زيدان ليش متعب حالك لهالدرجة هي؟ شوفي ليش وردة ما سامحتك؟ ما قالت لك روح أنا مسامحتك؟ قالت بس ما تغير شي يا طارق، أنا لسه عم شوف حالي بين الأشقياء. خسرت يا طارق، أنا خسرت، خسرت يا طارق. بيوم من الأيام شيخنا الجليل إبراهيم رفقاته هجروه وبلشوا يتركوه لحاله وما حدا ساعده أبداً. كان مريض بس كان يضل يصلي دايماً وما كان يقدر يقوم، فاتنين من أتباعه مرة أجوا لعنده قالوا له يا حضرة الشيخ بدنا نسألك عن شغلة، معقول نحن مو مناح؟ حاسين حالنا منضل شقيانين طول الوقت، ليش هيك عم بيصير معنا؟ وصاروا يبكوا لأنه وضعه للشيخ كان أسوأ من وضعهم بكتير يا زيدان. اتطلع فيهم الشيخ وابتسم وهن انربط لسانهم، بس قدروا أنهم يكملوا كلامهم. قالوا له حضرتك عم تشوف حالك بيوم القيامة بين الناس الأشقياء يا شيخنا، قلنا عم بيصير معك هذا الشيء اللي عم بيصير معنا؟ ولا بس نحن التعساء بالدنيا والآخرة؟ جاوبهم الشيخ بكل هدوء ورصانة، قال لهم إلي 40 سنة عم شوفها بس ما في باب تاني لأدخل منه، أنا بصبر وبإصرار ورح أضل عم انتظر على هداك الباب، ولحد اليوم يلي رح يتسجل اسمي فيه بين السعداء والشاكرين ما رح غير موقفي أبدا ولا رح أيأس، لأنه الرحمة ما إلها حدود أبدا والله خلق العقاب من الثواب، فلا تيأسوا أبدا. زيدان ما في باب تاني منوب، ما في باب تاني أبدا، وإذا مو منيح بيضل علينا أنه نوقف على هذا الباب، وانت كمان بنفس الوقت يا زيدان قوم بقى، لا بقى تفقد املك بانه بيوم من الايام رح ينفتح هذا الباب بوشك، لابد انه ينفتح. الله يرضى عليك يا طارق، الله يرضى عليك، هديت النار اللي بقلبي. ليش في باب تاني لحتى واقف قدامه؟ انا كمان رح ضلني واقف على هذا الباب لحتى أتسامح، حتى لو ما تسامحت خليني أحترق على هذا الباب، رح أحترق على هذا الباب.
تعال يا زيدان، يلا قوم، يلا تعال كل أمي معنا. لا طارق، أنت روح، أنا بعرف شو لازم ساوي هلا. بعرف طارق. الله يرضى عليك، الله يحميك يا طارق. وانت كمان. الله يكون بعوننا.